صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 74 لسنة 2024 بتعيين رئيس تنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه يعين السيد إبراهيم محمد أبل رئيسا تنفيذيا لمؤسسة التنظيم العقاري